أخبار اليوم. عن العلاقة ما بيننا وما بين المملكة علاقة بقى لها أجيال وهتكمل إن شاء الله الأجيال، فإحنا بنحط خطة مع بعض للاستثمارات للفترة اللي جاية، بنبص كمان على حلول المشاكل اللي كانت بتعوق المستثمرين، وإن إحنا نشوف إزاي إن إحنا نحلهم الفترة اللي جاية. ورجال الأعمال والمجلس إن إحنا نتكلم في خطة لجذب الاستثمارات، وإن إحنا نبص برضو مع بعض على المشاكل اللي كانت بتعوق المستثمرين السعوديين اللي إحنا إن شاء الله هنحلها الفترة اللي جاية.